أيها السادة المشاهدون، مشاهدي برنامج قضية للحوار، أهلا وسهلا بكم في هذه الحلقة الجديدة. ولكن بداية دعوني أن نرحب بضيفي في هذه الحلقة، وهو الدكتور محمد النظيف يوسف، وزير الثروة الحيوانية. أهلا بك مع الوزير. الله يبارك فيك، حياكم الله. أعزائي المشاهدين، نتحدث اليوم عن قطاع مهم جدا، وهو قطاع الثروة الحيوانية، يعتبر مورد أساسي من موارد دعم الاقتصاد الوطني. الثروة الحيوانية في تشاد، أنا حتى اللحظة لا أعرف تقديرات الثروة الحيوانية، لكن مع الوزير يحدثنا عن الثروة الحيوانية في تشاد، ولكن على حسب البيانات والإحصائيات أن تشاد تحتل مرتبة كبيرة جدا في مجال الثروة الحيوانية، وتعتبر أغنى دولة في الثروة الحيوانية بالنسبة لدول وسط أفريقيا. ولكن للأسف الشديد، حتى هذه اللحظة لم نستفيد الاستفادة الكبيرة من الثروة الحيوانية. دولة هولندا أو ما تملكه دولة تشاد على حسب الإحصائيات يعتبر 3 أضعاف ما تملكه هولندا، ولكن رغم ذلك لا مقارنة بين ما تنتجه هولندا من الثروة الحيوانية وبين ما تنتجه تشاد. نحن في تشاد عندنا الثروة الحيوانية كما قلنا كبيرة جدا، ورئيس الجمهورية عدة مرات نوه على أن قطاع الثروة الحيوانية يجب للناس أن يهتموا به وأن لا يهملوه، ولكننا للأسف الشديد لما وجدنا النفط عام 2003 أهملنا هذا القطاع المهم، قطاع الثروة الحيوانية، وكل الناس اتجهوا إلى ما ينتجه النفط وطبعا الأموال التي يضخها النفط، وتركنا الثروة الحيوانية. الثروة الحيوانية كانت تتدفق إلى نيجيريا وإلى دولة الكامرون بصورة هائلة جدا، وبأدم إحصائيات ثابتة للثروة الحيوانية التي تخرج إلى هذه الدول. هذا أثر كثير جدا في الاقتصاد الوطني. كذلك أيضا عندنا صراع مرير بين أصحاب البهائم، بين الرحل وبين أصحاب المزارع. هذا مما ألجأ أصحاب البهائم أن يلجأوا إلى الدول الجوار تفاديا لهذه المشاكل. حتى في هذه السنة كم لأن كثير من الناس قيل لنا أن أصحاب البهائم دخلوا إلى الدول المجاورة بسبب الخلافات التي تحصل بينهم وبين المزارع، وأكيد أن الذين يدخلون في دول الجوار في بعض منهم لا يرجعون ومعهم ثروة حيوانية ضخمة، وبالتالي تكون تشاد فقدت ثروة حيوانية كثيرة جدا. كثير من الثروة الحيوانية الموجودة الآن في دول الجوار، أذكر منها في دولة النيجر، في دولة نيجيريا، في دولة الكامرون، وكذلك في غرب السودان، كثير منهم قالوا أنهم دخلوا إلى هذه الدول من تشاد، بمعنى أنهم دخلوا إلى هذه الدول بتشاد أيضا بسبب الخلافات التي تحصل بينهم وبسبب الحروب الموجودة في تشاد. أما اليوم أكد لنا النفط بأنه وسيلة لا يمكن، أو بمعنى أنه لا يمكن أن الارتكاز عليه، بأن النفط له مدة محددة وينتهي، وبالفعل أن النفط اليوم أثبت لنا أنه لا يمكن للشعب أن يتكل على النفط وأن يتمسك به. ورئيس الجمهورية في خطاباته الأخيرة أكد لنا أن الشعب يجب عليه أن يلجأ أو يرجع إلى الثروة الحيوانية ويهتم بها. أنا لا أريد في البداية أن أتحدث كثير لأن أترك الكلام لصاحبه وزير الثروة الحيوانية، هو اليوم وزير في هذا القطاع، وهذا القطاع قطاع مهم جدا في الاقتصاد، وخصوصا بعد انخفاض النفط ودخول تشاد في هذه الأزمة التي نعيشها اليوم. فكيف يمكن لنا أن نستغل هذا القطاع المهم لسد ما فقدناه من جانب النفط؟ مع الوزير، طبعا حضرتكم مكلفين بوزارة الثروة الحيوانية، وهذه وزارة كبيرة جدا، وقطاع الثروة الحيوانية قطاع كبير جدا ومهم جدا، فنريد في البداية أن تنور الشعب التشادي بصفة عامة، وأن تنور المسؤولين في الدولة وكذلك المواطنين بأن الثروة الحيوانية في تشاد، بما تقدر الثروة الحيوانية في تشاد والمرتبة التي تحتلها الثروة الحيوانية في تشاد لو سمحتم. الله يبارك فيك. أولا أشكرك لهذه الدعوة، وأشكر هذا البرنامج الذي يشاهده عدد كبير من مجتمعنا التشادي في الداخل والخارج. الثروة الحيوانية في تشاد، الحمد لله، الله أنعم هذه البلاد بخيرات كثيرة، ولكن في مقدمة هذه الخيرات هي العناصر الثلاثة لقوام الإنسان في الحياة. الله أعطانا أرض واسعة وصالحة للزراعة، والله أعطانا التغذية، والله أعطانا المياه. تمام. هذه هي
يعني ممكن حتى في المستقبل، نسأل الله لا يكون هناك حروب مستقبلية، لكن إذا كانت هنالك حروب مستقبلية فتكون في هذه حروب المياه وحروب التغذية وموضوع الأرض. الحمد لله الله أعطانا أرض كبيرة صالحة للزراعة، وكذلك هذه الثروة الحيوانية التي تم الإحصاء، وإحصاء التشاد اللي عملناه في الثروة الحيوانية الرسول صلى الله عليه وسلم هو أحسن إحصاء، لأن فيه شفافية ومصداقية قمنا به مع الإفاو السعودية مع منظمة الأمم المتحدة، في النهاية هذه من ضمن أجهزتها حتى تكون هناك مصداقية حقيقية. لذلك الرقم اللي عندنا كثير من الدول عملت إحصاء وطني هكذا، لكن ما بمشاركة مؤسسات دولية حتى تكون هناك مصداقية وكريديبليتي. فالحمد لله الإحصاء الأخير جاء بهذه النسبة الكبيرة، نسبة 34 مليون رأس، وهذا شيء 94 مليون رأس من الأبقار والألبل والأغنام، سواء الضعان أو المعز وكذلك الخيول إلى آخره. في تشاد تقريبا الريف كله دخله 40% معتمد على، بل كثير من الدخل على المستوى الوطني 80% معتمد على الثروة الحيوانية والزراعة. عجيب. شيء كبير. إنتاج كبير 1,000 مليار فرنك صفات تقريبا عندما يحصى. هذه ده اقتصاد ثابت، أصول الاقتصاد. كما أنت البترول يتغير بالمؤسسات الدولية كل دقيقة كل ثانية، لكن الحمد لله الثروة الحيوانية عندنا شيء ملموس، شيء واقع. وهذه نعمة، ولذلك الدولة التشادية اهتمت اهتماما كبيرا، بل حتى في بداية أحد الاستعمار في فرنسا هنا في تشاد قبيل الاستقلال، حتى الفرنسيين اهتموا اهتماما كبيرا بالثروة الحيوانية. فلذلك جعلوا لها مؤسسات كبيرة وضخمة إن شاء الله نتحدث تمام في حينها. تمام، هذا كمدخل. أيها السادة المشاهدون، ولكن نرجع ونتابع هذه الحلقة بعدما نذهب معكم سويا لنشاهد هذا التقرير الذي يتحدث حول الثروة الحيوانية في تشاد، ونرجع نتابع الحلقة، ابقوا معنا. تحتل الثروة الحيوانية في تشاد مكانة متقدمة في إثراء الدخل القومي، وتقدر أعداد الماشية التي تشكل الثروة الحيوانية في هذا البلد بأكثر من 94 مليون رأس من الماشية. وفي إطار تنمية هذا القطاع تسعى الحكومة التشادية إلى وضع خطط مناسبة تهدف إلى زيادة الإنتاج والإنتاجية في قطاع الثروة الحيوانية، إضافة إلى وضع خطط للحفاظ على صحة القطيع القومي. كما تسعى الحكومة إلى تحسين السلالات المحلية والهجين من الأبقار لتحسين مواصفاتها الوراثية والإنتاجية والمحافظة على العروق الأجنبية من خلال تقديم أعمال التلقيح الإصطناعي وتأمين مستلزماتها. هذا وإن قطاع الثروة الحيوانية يمكن أن يسهم بشكل كبير في زيادة إنتاج القطاع الزراعي، وبالتالي زيادة الإنتاج والدخل القومي، هذا من جهة. كما إن الثروة الحيوانية يمكن أن تسهم في توفير قدر غير قليل من العملات الأجنبية، إذ عندما تتوفر إمكانيات تتيح تصدير قدر من المنتجات الحيوانية إلى الخارج من جهة أخرى. كما نذكر بأن قطاع الثروة الحيوانية في تشاد يمثل ركيزة أساسية لشريحة كبيرة من المواطنين، حيث يعتمدون في مأكلهم ومشربهم وكذا ملبسهم على ما تنتجه مواشيهم من الألبان ومشتقاتها. وهذا القطاع بحاجة للعناية به من قبل الحكومة وشركائها. اهلا وسهلا بكم أعزائي المشاهدين مجددا. مع الوزير، في ظل الأزمة التي تعيشها البلاد حاليا، تعيشها تشاد حاليا، والدولة اتخذت إجراءات للحيلولة أو للحد من هذه الأزمة التي تعيشها في البلاد، ولكن رئيس الجمهورية في خطابه نوه بأنه يتعين على الشعب الرجوع إلى الثروة الحيوانية وألا يهملها، وبصفتكم كوزير للثروة الحيوانية فكيف يمكن الرجوع إلى هذا القطاع المهم؟ يا أخي، كنت في سهل عاج مدير البنك الإفريقي، هو إنسان زراعي في الثروة الحيوانية، قال هو يستغرب كثيرا، في الدول كلها الأغنياء الناس الأثرياء هم أصحاب الثروة الحيوانية والزراعة، ونحن في إفريقيا بكل أسف الناس الفقراء هم أصحاب. لا بد من قلب الآية، قلب الموازين. في المستقبل أصحاب الأبقار والألبل
وكذلك أصحاب الزرع هم يكونوا في المقدمة، هم الذين يمتلكون اقتصاد تشاد، وهذا أكيد بمساعدة المؤسسات الوطنية لدعم الثروة الحيوانية في تشاد. لا شك يعني مثلا مؤسسة إيراد هذه أنشوها من 58، معهد البحوث لتنمية الثروة الحيوانية إيراد، دي مؤسسة ضخمة تهتم، لأن عندك ثروة حيوانية تحتاج إلى رعاية حقيقية. كان في السابق هذا إيراد دول إفريقيا تقريبا المركزية وإفريقيا الأخرى كلها تستورد الأدوية والتطعيم منه، كان ينتج ما يقارب 25-26 من اللقاحات، وبكل أسف وراء تقحقرنا، لكن ما زال يبقى مؤسسة قوية لمراقبة مواكبة صحة الحيوان بل الإنسان. أيضا الشيء الجميل من المؤسسات الوطنية داعمة للثروة الحيوانية، عندنا مدرسة هي أول مدرسة أكاديمية، ممكن تسوي أول جامعة في تشاد، الثروة الحيوانية مالي هي سبقت الناس كلهم. سنة 1946 كرانسيس الفرنسيين أسسوا ما يسمى بإنات، هذا المدرسة الوطنية للفنيين الزراعية بتاع الثروة الحيوانية. من ذاك الوقت كان يخرج الناس، حتى الآن يخرج الناس الفنيين التقنيين على عجل، هذا كادر موين، حتى يذهبون إلى الأراضي الوطنية للإشراف وللتطعيم. وكان زمان أي إنسان أول يذهب يسأل أين مكان الدكتور البيطري في تشاد، كلها الحمد لله في أسس تطوير متوفر، أي مكان تجد مكان الوزارة الثروة الحيوانية هو أقوى ومنظم، والطبيب له مكانة إلى آخره. وكذلك أيضا الحمد لله في الآونة الأخيرة في السنوات العشر الأخيرة أسسنا ما يسمى بالسيكوك، ده نحن نحتاج إلى تصدير، تحتاج إلى شهادة تثبت لحمك ده أديل، بقرك أديل، ما هكذا التصدير عشوائي هكذا. فمركز مراقبة الجودة سواء التغذية والمياه وكل المشروبات في تشاد، السيكوك ده هو الذي يعطي هذه الشهادة. لذلك الآن الحمد لله عندنا سياسة لتطوير هذا المركز إدارة السيكوك ده، حتى يراقب لنا ويعطينا، وحتى عندما إن شاء الله نصدر اللحم هكذا يجب يكون لنا شهادات متقدمة. تمام. نعم. أيوة. قبل أن تكمل كلامك، أنا أظن سألتك سؤال وأظن هذا السؤال لم تجاوب عليه على حسب ما نريد. بالنسبة لرجوع الشعب، رجوع المواطنين إلى القطاع الزراعي، هذا نوه رئيس الجمهورية إلى هذا الكلام عدة مرات، فأنا نريد أن نعرف يعني استراتيجيكم شنو عشان المواطنين وخاصة الرعاة عشان يرجعوا يهتموا بهذا القطاع. الوزارة بدأت تهتم مباشرة منذ توجيه الدولة ورئيس الجمهورية إدريس دبي تنو حفظه الله للناس ينتقلوا إلى الثروة الحيوانية وإلى الزراعة. الآن بدأنا الإرشاد صار أكبر، المندوبيات عندنا، وإن شاء الله نتحدث لاحقا في موضوع مواكبة الثروة الحيوانية سواء بالأدوية سواء، بل عندنا برامج لموضوع تطوير النسل الحيواني، حتى موضوع التلقيح الاصطناعي. جميل. حتى الإنسان ممكن تكون عندك ما تحتاج إلى أبقار كثيرة، يمكن يكون عندك 10 بقرة، لكن بطريقة كويسة بتغذية كويسة صحة كويسة تنتج لك ألبان كثيرة جدا تساوي 100-200 بقرة. صحيح. فالآن الوزارة الحمد لله من خلال المؤسسات اللي ذكرتها دي كلها هي الرجوع لتقديم الثروة الحيوانية في تشاد ليكون لها دور كبير. طبعا. بالإضافة حتى المجتمع المدني الآن في مؤسسة خاصة برجال الأعمال يهتمون بالثروة الحيوانية، مؤسسات كثيرة هي معنا توعي الناس في أي مكان. الآن إذا عندنا ذهاب إلى القرى والمدن نصطحب المجتمع المدني، ففي هناك فعلا نهضة كبيرة للرجوع إلى الثروة الحيوانية. الناس فهموا يعني موضوع هذا البترول، موضوع الاقتصاد، الناس الآن بدأوا جميعا يفكرون الاعتماد على الثروة الحيوانية، كل الناس مقتنين. أي ما ذهبنا إلى منطقة تجد الاستجواب والرضا، ويسألوننا وفروا لنا المياه، وفروا لنا الأدوية، نحن فشيء جميل. أنا أعتقد الناس استجابوا لدعوة الرئيس للرجوع، والوزارة في مقدمتها حسب استراتيجيتنا الآن الحمد لله، مع الشركاء نتحدث لاحقا في هذا الموضوع إن شاء الله. ده كلام جميل جدا. أنا إحنا لغاية دلوقتي قلنا قطاع الثروة الحيوانية ده القطاع
لا يمكن إهماله. قطاع خلاص أثبتت التجارب بأن قطاع الثروة الحيوانية هو القطاع الوحيد اللي يمكن أن ينقذنا من الأزمات، سواء الأزمة الموجودة حاليا أو الأزمات لا قدر الله التي تحصل في المستقبل. هذه الوزارة وزارة كبيرة جدا، وزارة كبيرة جدا لأنها وزارة تمسك عصب الدولة، تمسك عصب الدولة الثروة الحيوانية. الثروة الحيوانية قديما كانت تدفق إلى نيجيريا والكامرون بدون رقيب ولا عتيد، ده معروف جدا. لكن في ظل هذه الأزمة وفي ظل الأوضاع الراهنة، أنا ندور نقلل استراتيجيكم شنو عشان هذا القطاع ممكن أن ينهض بالبلاد، هذا القطاع ممكن أن يدق عائدات للخزينة العامة للدولة. نعم، الحمد لله. يعني أعتقد وزارة الثروة الحيوانية من الوزارات اللي عندها مشاريع جاهزة. تمام. الحمد لله عندنا مشاريع كثيرة، لكن المهمة عندنا تقريبا 4 برامج وما يقارب 12 مشروع. تمام. 4 برامج تتعلق ب لابد من إنشاء سلخانات. سلخانات. أيوة. سلخانات. تمام. في أماكن تواجد الثروة الحيوانية بدءا من مجرس إلى تأتي إلى آتيا إلى جرمايا إلى الجنوب إلى لهدي كمرة لهدي بونغور لهدي مندو، يعني يكون لنا خط كده لابد من إنشاء سلخانات تكون متابعة لمرحلة. إيه طبعا. نعم، لأن كيف تصدر؟ لا يمكن تصدر شيء حي. صحيح. إلى دول الخليج وإلى مصر وإلى موضوع تصدير، ناس مش برجلينهم هنا وبوكا حرام، وده كله أمن ما فيه. لابد من تصدير اللحم هكذا منقول ميتا في اقتصاد كبير. نعم. إذن السلخانات الحمد لله بدينا عندنا تقريبا سلخانة جرمايا ماشا الآن تقريبا إنجاز تقريبا 40% 45%، وإن شاء الله نتابع هذه السلخانة الكبيرة تبدأ في التصدير الأول. وكذلك عندنا سلخانات في 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 الجنوب في منذ توقفت لكنها إن شاء الله تنطلق. إذن برمجنا أكثر من سلخانة في البلد ضمن هذه البرامج. ثانيا السلخانات وحدها لا تكفي، لابد من إنشاء مصانع للأعلاف. نحن لا نريد الأبقار هكذا تتجول. العرب بيقول لك المسار عز العرب، لكن هذا خطأ. الناس يجب أن يستقروا في مكان واحد. أن الرواق الكثير لفائدة ما عنده. صحيح. البقر لابد تستقر، هي ماشية اللحم يضيع. صحيح. والمرض، لكن إذا قاعد مكان واحد تأكل أكل بسيط برعاية تكون ده لحم عند آخر. إذن عندنا أيضا سلسلة من مصانع بتاع الأعلاف. من هنا قدام ده الوقت لا يسع أن الناس كله يرتحلون. لابد يأتي من أمام الناس يستقرون، وبالتالي إن شاء الله حسب ونتكلم في موضوع التكنولوجيا والتقنية تواكب الثروة الحيوانية كيف ننتج أعلاف جيدة طبيعية. كما حتى الآن الحمد لله موضوع الدواجن وهذا كله موجود، بعض التشادين تقدموا في هذا. إذن موضوع السلخانات، موضوع مصانع للعلف. هذه ضمن استراتيجيتنا. وأيضا مصانع أخرى متعددة الأغراض. موضوع الحليب لا يجوز إطلاقا، بل إذا جاز التعبير حرام يا أخي. مثل التشاديل اللبن موجود في أي مكان، نأتي نشتري هذا اللبن بودرة. لا بد من إن شاء الله يوم من الأيام يا أخي صحة الإنسان، اللبن الطبيعي ده ما أفضله. صحيح. كلنا نشرب هذا الدقيق وما أعرف جاي من وين مخزن عنده كم سنة. لابد إن شاء الله، وهذا سواء مصنع مانديليا في المستقبل يكون أيضا في إنتاج للألبان ومشتقات الألبان. الناس يعني في هذا الجبن في أغراض أخرى الناس إن شاء الله للتغذية الطبيعية في تمام. في بلادنا. إذن موضوع السلخانات، موضوع الألف. مصانع الألف، موضوع مصانع الألبان والمشتقات المزارع الأخرى. مثلا هسه عندنا حاليا موضوع لما نسيم سلخانة البقرة تدخل هكذا حية ولن يخرج منها أي شيء. نستفيد من لحمها، من عظمها، من الفروة، من القرون، من الضلافة، كل شيء. عجيب. أجلك الله، حتى ربما الناس يستفيدون من الدم. يعني كل البقرة بمكونات الناس تستفيد منها. ده الاقتصاد الحقيقي. لكن كونه بقرة دردمي بس يودوها برا، ده الكلام ما عنده ما عنده ما ما عنده أي مانع. تمام. إذا دي العناصر اللي ذكرتها لك من ضمن المشاريع الأربعة. أيضا هذا لا يكفي، لابد من موضوع ذكرناه قبل قليل، موضوع مركز مراقبة الجودة والتغذية. مركز مراقبة الجودة، لأن هذا خلاص بدأنا نصدر، ندور شهادات
غدا نصدر إلى مصر وإلى دول الخليج وإلى نيجيريا، 200 مليون سوق قريب من هنا. لابد من مركز ينتج شهادات لحم. الحمد لله في تشاد ما عندنا أمراض كثيرة، واللحم طبيعي، فقط موضوع التجوال، بقرة تروح كثيرة ده بيصير اللحم قوي. وده إن شاء الله لما السرخانة تبدأ ما طوال البقرة ويجي يطبخها، لا تجي تستقر بقانة تنجمها شيء كتأخذ لحم أديل قبل تدخلها. مركز المقاييس، موضوع المياه، موضوع كل شيء، دراسة بشهادات عالمية، السجوك دين ده علاقات كويسة، هذا يكون أحسن مركز نعمله أقوى حتى يكون نصدر للمستقبل. بالإضافة إلى أيضا فكرنا من الأشياء الأربعة، التفكير في إنشاء مؤسسة مصرفية تهتم بالثروة الحيوانية، مصرفية بنك دليفاش. حتى الإنسان ده إذا مشيت نيجيريا فلوسك ما تدخلها في جيبك تجيبها، ولا مشيت أي مكان، والبنك يسي إرشاد لناس الثروة الحيوانية، يعطوهم قروض، يدخل أموالهم، هكذا تكون ثروة في ثورة، تطور حقيقي للاقتصاد الوطني في تشاد. إذن هذه هي مشاريعنا، وأنا متأكد هذه سوف تغطي، ويكون المجتمع التشادي كله ينتقل من الفقر إلى الرفاهية الحقيقية. تمام جدا. نحن دائما مع الوزير، نحن دائما لما بنتكلم كلام زي ده كلام حلو جدا وكلام طموح، وكل مواطن لما يسمع الكلام ده يكون متفائل ومبسوط جدا وفرحان، لكن لو جينا على أرض الواقع التنفيذ بيكون صعب جدا. التنفيذ بيكون صعب جدا، بمعنى أن بعض الإدارات لا تهتم بهذا الكلام الذي حضرتك قلته، لكن أنا نريد أن للمواطن أن يعرف كونه من الكلام اللي اتحجيته ولا الكلام اللي قلته ذكي شنو حس حاليا بدأته فوق، عشان نقدر نقول كونه بالفعل الكلام اللي قال الوزير ده في تطبيق أهو. لا في تطبيق، أولا جهود الدولة التشادية اللي ذكرتها موجودة، بالإضافة إلى حتى الشركاء قاعد يساعدونا عمليا. يعني عندنا بعض الأمراض يعني مش خطيرة، مرات موضوع مرض الأنفشفاش ده الحمد لله الآن بدينا، الآن كل مندوبي الثروة الحيوانية في البلاد عندنا تقريبا 4 مليون الآن انطلق حاليا في الميدان، 4 مليون تلقيح للأبقار وللأغنام. الأغنام كمان هذا المرض الجدري، هذا PPR وPPCB دي كلها الحمد لله ماشيين، عشان ده تطبيق عملي. ما نريد مرة ثانية زي ما نريد، وما نريد إنسان يموت ساكت ده. أنينا كل ما قدام بقرة ساكت بس تموت ده، نجي للرأي كل بقرة ما خليتها ماتت، لأن ده وفرنا لك الدواء، دواء شغل بأشر ريال، يعني هو مدعوم بأموال كثيرة ولا 20 ريال. لماذا تخلي البقرة تموت؟ ليش تخلي الغنم يموت؟ ليش تخلي دي كلها؟ الحمد لله أنها عملية مع الشركاء ولا سيما البنك الدولي، ساعدنا كثير في موضوع من خلال مشروع برابس، مشروع هذا الدعم الرأي في الساحل، الحمد لله، وشاري 2 كمان عندنا 10 مليون نحن نريد نغطي إن شاء الله مرض الفشفاش دا ينعدم من تشاد، لا وجود له، كمان عدم في بلدان كثيرة، وكذلك مرض الجدري عند الأغنام كله ينعدم، معناته خلاص إن شاء الله في تزايد، قل الموت جاءت الزيادة. بالإضافة إلى مشاريع أخرى من الشركاء أيضا يساهمون، سواء كما قلت موضوعنا برابس، وكذلك مشروع يسمى باستور، كل دعم قوي للثروة الحيوانية. بالإضافة إلى الإفاو نفسها، وعندنا برامج أخرى متعلقة بتنظيم الإنتاج، برنامج خاص بالألان الألبان، عندنا أفكار لتجميع الألبان إلى آخره. فالحمد لله الشركاء الدوليين، تمام، نجي للشركاء نتكلم عن في نتيجة، تمام، نجي للشركاء نتكلم عنهم ونتكلم عن دور الشركاء. لكن بالنسبة لكم انتوا اهتموتوا بالرعي، اهتموتوا بالثروة الحيوانية، لكن الراعي اللي بقوم بالثروة الحيوانية التابع المصاحب البقاري ده شنو اللي سويتوا له؟ لا الآن عندنا موضوع توفير المياه، توفير المياه للراعي، يعني في الأيام القادمة إن شاء الله عندنا 40 بئر ثانية، البيرة الطويلة للبيئة الثانية معروفة دي إن شاء الله في واحدين تلفون وصلحوهم كي 40 وهكذا. عندنا أيضا إن شاء الله نهاية العام وبداية 2018 عندنا 100 بارك دي فاكسيناسيون، هذا الزريبة عشان يطعم ما ممكن نمشي نقطو الشدر، هو برنامج متكامل حفاظ على البيئة والطبيعة. 100 اخترنا أحسن مناطق عندها أبقار كثيرة، أي مكان نسوي له زريبة على أساس ما يمشي كل واحد يجيب هاي ولا أي يطعنوه وكذا. بل عندنا مشروع جد جميل بدأناه مع
مشروع بير دعم من البنك الافريقي، مركز الخدمات سنتر سيرفيس ده يا اخي شيء روعه. لو في تشاد بس لقينا 100 ولا 200 مصر سنتر سيرفيس، ده مشكله. انا تشاد كلنا حلها. مركز عباره عن كيلومتر وايد مربع، عجيب. تجد فوق داخل الالمي اساس الحياه، شاتو كبير. تجد فوق داخل مدرسه، تجد فوق داخل مركز صحي، تجد فوق داخل مصنع في نفس المركز. في نفس المركز الان عندنا 6 بدينا، وفي نفس المركز ده تجد فوق هذا زريبة للبهايم، يعني مركز مدينة كاملة. الآن موجود في كارل، وكذلك في ميتو، وفي شاريبة قرمي، وفي مناطق عندنا 6. والحمد لله عندنا مشاريع قدمنا، نريد مراكز الخدمات دي خدمة الإنسان، دي خدمة الإنسان المصاحب للحيوان، السلوح الحيواني. نحن وزارة السلوح الحيواني تهتم بالإنسان وبالحيوان معا، حتى تكون المعادلة والإنتاج واضح. الحمد لله في هناك اهتمام كبير. جميل جميل. انتوا حاليا اهتموتوا بالحيوان واهتموتوا بالانسان الذي يملك هذا الحيوان، والمرأة اللي زاد والطفل. والطفل في اي مركز، يكون في مدرسه ويكون مركز صحي. والنساء، انا مشيت في كرل استغربت، شفت كيف بدانا يعملنا، بل عملوا ما هو اميه تطور الانسان كذا. يعني الاميه اذا ما طورناها، الراعي ذاته كان ما قدرنا سوينا لو ما هو الاميه يكتب، يعرف الرقم عندك كم لتر لبن، كم بقره، يكتب رقم تليفون. لكن مقصرين. تمام. الكلام ده جميل جدا. مع الوزير هل عندك علم كونه السنه دي اصحاب الضعاين، اصحاب المواشي، دخلوا في دول الجوار بسبب الصراعات اللي بينهم وبين المزارعين؟ اذا كان انتم في وزاركم مكلفه بالثروه الحيوانيه، وفي ثروه حيوانيه كبيره جدا تتدفق الى دول الجوار، واكيد في بعض منها لا يرجع، الكلام ده اكيد يعنيكم. شنو اللي سويتوه؟ هل سمعتوا بالكلام ده ولا لا؟ لا، هذا في السنوات الماضيه يمكن يكون هذا، لكن حاليا نسبي. دول الجوار ما في دوله امن منها، دول في امن استشهاد ما في. صحيح. فليس هناك راعي ياخذ ابقاره ويذهب الى نيجر ولا نيجيريا الى السودان. دخل السودان كله. انت تشاد تبقى هي المنطقه الامنه، ليس هناك فعلا يعني نزوح كبير، يمكن يكون هناك شيء بسيط نسبي. لا، انا ما بنتكلم عن، ما بنتكلم عن ثروه حيوانيه، ما بنتكلم عن الامن والحروب اللي موجوده كان قديما في تشاد، وبنتكلم عن العالية. الصراع بينهم وبين المزارعين. وده موجود. اوكي. الصراع، لان فعلا موضوع الثروه الحيوانيه في تشاد عدد كبير، ترى يعني من 94 مليون، ده شغل كبير مره. صحيح صحيح. اذا والزراعه كله الناس عندنا مزارعين، يعني الحمد لله عندنا العمودين المهمين في الاقتصاد. لذلك لابد من ادخال التكنولوجيا والحداثه حتى تحل لنا المشكله دي. لابد من توعية الناس وتبصير الناس في المستقبل، يقللوا من الترحال الكثير، وإن شاء الله هذا مع التوعية. وكذلك حتى الزراعة، الناس الآن وايد يكرب لك زر كبير، أنا ما في تكنولوجيا. إذا في حداثة وفي تقنية، لماذا تمسك مكان كبير؟ مكان صغير ينتج لك 100-200 شوال، وفي السنة ممكن تستفيد منه مرة مرتين، وتزرع زي ما هسه الناس نوادين بزرعوا، وبعدين في الدرد مع الشتاء كله بيسوي البورة. يعني مرتين، حتى بعض الناس الأذكياء. إذا بالحداثة دي يمكن ننتج مرتين ثلاثة. فأنا قاعد نشوف الصراع ده مكان، لأن نحن الزراعة صارت متوسعة والثروة صارت كبيرة، ولكن مع سياسة الدولة ومع القوانين، عندنا برنامج ماشي قانون بيتعلق بالرعاة والمزارعين، إن شاء الله يمكن هذا نجد لها حل. الدولة تتدخل وتقدم خدمات، والصراع وجود، تقدم خدمات لأصحاب الثروة الحيوانية. تمام. جيدة، يستفيدوا منها، وده والموضوع ينتهي. جميل. إن شاء الله. في 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 في, في على ذكر الكلام الذي قلته حضرتك، على ذكر الكلام الذي ذكرته الآن بالنسبة للشركاء المصاحبون لكم في الثروة الحيوانية، طبعا نتحدث عنهم، ولكن في شريك أساسي جدا، وفي شريك الآن يتوجه إلى الاستثمار في تشاد، هم المصريون. المصريون كان جو تشاد وطلبوا من وزارة الثروة الحيوانية قطعة أرض لإقامة مشروع ثروة حيوانية، لكن حتى الآن لا نعرف مشروع أو موقفين. لا، الحمد لله أنا واحد جد سعيد بالحكومة التشادية، أحسن إبداع، أحسن فكر جميل، ده موضوع مؤتمر باريس البي إن دي، معناته فعلا التشاديين فكروا تفكير سليم، ده ناس عندهم عقل. الحمد لله جمعوا الشركاء والمستثمرين هناك، ولا سيما الدول العربية كلها جاءت شاركت في باريس، وختموه بأبو ظبي. فالحمد لله منذ أن كان في الوزارة الناس يأتون، المصريين وغيرهم يأتون، من الإماراتيين ومن الدول العربية يأتون يريدون يستثمرون. فالحمد لله الوزارة عندها دراسات، بدأنا مع الإخوة في مصر أيضا، قدمنا لهم الدراسة، كل ما هو مطلوب أعطيناهم إياه، فهم إن شاء الله، لأن نحن حدودنا في من مجرس إلى مصر حدود قريبة جدا، وعندنا مطار دولي
ومصريين 100 مليون طبعاً, طبعا عدد كبير طبعاً. فان شاء الله هناك الألبل في مناطق الشمال لابد من اذا عملنا مصنع مهم جدا في منطقه الشمال ولا سيما جراس يمكن يجمع له كل الألبل وبعض الاغنام في قريب 6-7 اقاليم بل بعض تمام الجوار تمام ايضا تمام ياتون ويكون جميل جدا, إلى مصر. جميل جدا. الحمد لله متقدمين مع الاخوه المصريين. جميل جدا. حتى الان في استثمار وفي ناس من الدول العربيه من غيرهم جايين يستثمروا في شاد. كلام جميل جدا. لكن بالنسبه لموضوع هنا مصر ده موضوع حساس جدا, وخلينا نتكلم بشفافيه حتى ممكن نجد حل وممكن في بعض الصعوبات ممكن نتناولها في 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 الحلقه دي. بالنسبه للمصريين كونوا طلبوا ارض ده ان احنا كان قابلنا حتى سياده السفير في برنامج قضيه اللي هو تكلمنا عن الكلام ده, ولكن حتى الان ما معروف هل الدوله حددت لهم ارض كي كونوا دي ارض للمصريين ولا لا. اختصر لك الموضوع, اعطيناهم كل الدراسه بالارض كل شيء عندهم, الان ننتظرهم هم ياتون. كل شيء أعطيناهم. كل شيء أعطيناهم. كل أعطيناهم. جميل. حددنا لهم المكان وكل شيء بدراسات دراسة جدوى, وإن شاء الله أنا متأكدين هم يأتون ليس هم فقط ولكن حتى بعض الإخوة في الحمد لله أخيرا إخوة في الإمارات وبعض الدول العربية كلهم جو. تمام. شيء ملموس إن شاء الله. زمان قلنا البهائم بتمشي إلى نيجيريا وبتمشي إلى الكامرون حية بس الناس بسوقوها بودوها. هسه حاليا بعد الحروب اللي ظهرت في نيجيريا كحروب بوكو هرام وفي الكامرون البهائم دي ما قاعد تمشي. البهائم دي يعني ظروف قاهرة منعت أصحاب البهائم عشان يودوها الدول دي. الوقفان ده هل يعتبر عامل سلبي ولا إيجابي بالنسبة لنا أن إحنا المواطنين, وشنو اللي نستفيد منه؟ الوقفان ده أي شيء في سلبي في إيجابي. أنا الأسبوع الماضي ذهبت وزرت سوق الأبقار هنا, استغرب. لا يمكن الآن في الدنيا تجد لحم طبيعي أرخص من الشات ده من الخيرات. تور كبير يعني مش عجل ب20,000 ل25,000 شيء يعني قمة. في الآن أعتقد ليس هناك إشكالية عندنا, الموضوع ليس بالكيلو. الناس هكذا يشترون الأغنام ويشترون الأبقار. فده من الإيجابيات. موضوع الصعوبات دي رخصت الأشياء, من ضمنها رخصت البهائم, البهائم إلى آخره. دي إيجابيات, لكن طبعا في ضرر في موضوع التصدير وكذا, ولكن هذه يعطينا وقفة حتى عندما نبدأ نصدر بحكمة إن شاء الله. هذا مشروع جرماء إذا خلص نبدأ مباشرة التصدير, وده للدول ذاتها أفضل. تصدير اللحم هكذا بدراسات بصحة ده أفضل من تصدر شيء ماشي برجل حي وما في شهادات إلى آخره. أنا متأكد الدول دي كلها هي جاهزة للتصدير عندما ننتهي من المصانع التي ذكرناها. إذن في إيجابيات. تمام. رخص الحياة الاقتصادية نوعا ما للمواطن البسيط, ولكن أكيد هناك تأثير لبعض التجار تضرروا إلى آخره. تمام. في بعض الدول محتاجة إلى اللحوم التشادية. بعض الدول المحتاجة بالتأكيد إلى اللحوم التشادية. نعم. بصفتك كوزير هل حتى الآن جاءتكم أي دولة تطلب لحوم من دولة تشاد؟ يا أخي في بعض الإخوة يشتغلوا في مجزرة فرشة كانوا في الستينات السبعينات يصدرون, والحمد لله في المطار عندنا ثلاجة خاصة باللبن يصدرون لدول إفريقية دي كلها تشادين من ذاك الوقت بالطائرات. حتى كثير من الدول, انا التقيت مع وزراء الثروه الحيوانيه في ابيجان اتناقشنا وهم يعرفون. حتى عندنا حاجات واحده نادره, هذا الابقار بتاع الكوري الى اخره, ابقار بتاع الفلاته. عندنا نحن ايضا يمكن نقدم هناك سلالات خاصه بنا في تشاد. انا اعتقد الحمد لله مع الاستقرار ومع المشاريع الان الدول كلها مستعده. الان ماتت في دول غرب افريقيا ودول افريقيا الكيلو اذا اخبروك بسعر تستغرب. صحيح. فمن لا يرضى بلحم طبيعي ورخيص؟ اذا كلهم موجودين مستعدين لان يشتروا, فقط نحن نجهز البنى التحتيه للتصدير. الحمد لله البنى التحتيه سوف تنتهي قريبا ان شاء الله. نوعا ما الان بداتم فيها. نعم. كلام جميل جدا. وهو الكلام الان ذكرت ده مرتبط ان احنا دائما بنرتبط بذكر مصر لان دول مستثمرين حقيقيين كان جوا, ان احنا لمسناهم كونوا جوا عايزين يستثمروا في المجال ده. وحتى الان في طائره شحن من مصر تاتي محمله بالبضائع بالنسبه للتجار التشاديين لكنها ترجع فارغه, والكلام ده مؤسف جدا لان لدينا لحوم وطائره تاتي وترجع فارغه. فلا بد للقطاع او وزاره الثروه الحيوانيه ان تهتم بهذا الجانب. حدثنا عن الدول الشركاء معكم في قطاع الثروه الحيوانيه. هناك الان كل عملنا تفاهمات منذ وجودي وقبل الوزراء السابقين, الحمد لله عملنا تفاهمات كثيره. الناس كلهم بعد ملتقى باريس وملتقى ابو ظبي عملنا تفاهمات مع الاخوه في السودان
عندهم تجارب كويسة، عندهم معهد علاقة مع فرنسا، معهد لتحسين السلالة. كيف تعمل حجين بين البقرة التشادية وكذا؟ طبعا ليس هولندا فقط، دول كثير عندها نماذج في جنوب أفريقيا. يعني تور واحد يوزن لك 700 كيلو مواصفات صحيح، أو بقرة واحدة تنتج لك بحاجات طبيعية 40 لتر ولا 30 لتر. دي كلها الحمد لله أخذنا تفاهمات مع الشركات محترمة في السودان ومع بعض الشركاء التشاديين، بالإضافة إلى الحمد لله عملنا تفاهمات مع بعض الشركات في الإمارات العربية المتحدة. ده كل عملنا تفاهمات، شاركوا والحكومة الإماراتية كله قدمت لهم أي تاجر يشارك في تشاد عنده تقريبا 5 مليون دولار عندهم قاعد بيساهموا فيه، وده الصندوق الأبو ظبي للتنمية. وكذلك عملنا بعض التفاهمات مع بعض الأخوة في السعودية وفي ماليزيا. ماليزيا مؤسسات جاءوا عملنا معهم، وبالإضافة إلى كما قلت بدأنا بطريقة رسمية أيضا مع المصريين والسوق المصري. يا أخي من لا يريد اللحم الطبيعي؟ يجيب لك لحم من آخر الدنيا قاعد في الثلاجة عندك كم سنة. ولا كم شهور أما يكون سنة كله. إذن اللحم الطبيعي ده أيضا يحتاجه لصحة الإنسان هي قبل كل شيء. لذلك الحمد لله الآن عندنا شركاء مثلا دولة 20-30 السودان، عملنا تفاهمات، بقي ان شاء الله مرحله التطبيق، واعتقد ان التطبيق قادم لا محاله ان شاء الله. تمام كلام جميل جدا. بالنسبه دي الشركاء اللي معاكم في مجال الثروه الحيوانيه، وبالنسبه للبنوك وكذا ايضا ذكر منها البنك الافريقي في مجال التنميه، الشركاء الدوليين. ايوه المؤسسات التابعه لوزارتكم حتى الان، المؤسسات التابعه لوزارتكم، ما هي المؤسسات التابعه لوزارتكم؟ اولا الحمد لله يعني فعلا المؤسسات الدوليه ايضا تساهم مساهمه فعاله في تقييم وتطوير الثروة الحيوانية، ولا سيما موضوع البنك الدولي كما ذكرت قبل قليل من خلال مشروع برابس، هذا مشروع دعم الساحل، الرعي في الساحل، موضوع المياه، موضوع توعية الناس، موضوع الأدوية، أهم شيء عشان الأبقار لا تموت، نعدم بعض الأمراض كاملة، بالإضافة إلى FAO، بالإضافة إلى الاتحاد الأوروبي أيضا من خلال مشروع باستور. الاتحاد الأوروبي يدعم دعم قوي جدا حتى للمجتمع المدني، للرعاة يدعمهم أيضا وللمزارعين. إذن البنك الدولي FAO بالإضافة إلى الاتحاد الأوروبي، هؤلاء فعلا شركاء حقيقيين، بالإضافة إلى البنك الإفريقي للتنمية والبنك الإسلامي للتنمية، أيضا هناك تنبؤات بأن يشارك مشاركة فعالة. البنك الإسلامي للتنمية في جدة أيضا هناك قدمنا بعض المشاريع، هناك أمل أن يشاركوا مشاركة فعالة في موضوع مركز الخدمات. جميل. كان أصدرتم قرار رقم 128، هذا القرار بتاريخ 2 أكتوبر 2017، وفي هذا القرار ورد كان كونه منعتم منعا باتا ذبح الحيوانات الحامل، وخصوصا قلتم بالسلخانات وساحات الذبح التجارية في كافة الأراضي الوطنية، وحتى حددتم قلتم الأبقار والإبل والضأن والماعز. سبب شنو سبب إصدار هذا القرار والهدف منه؟ أوكي. أنا منذ أن جيت لابد أريد أفهم الوزارة. الحمد لله الثروة الحيوانية دي يعني عشنا، يعني إذا تسرحنا بالبقر يعني خبرتنا يمكن تفوق إنسان بيطري، لأن عشنا مع البقر ومع الغنم وسرحنا على الطبيعة، طبيعة ناتيريل هكذا. جينا بكل أسف عملنا تفتيش مع الوزارة نشوف الأمور ماشية كيف. فالإسبكشن عمل لي تقرير خلال 10 أيام ده أنجمينا ضبه 3000 من إبل وبقرة وغنم ده حامل، يعني عندها دارة طلعوا منها صغير، معناته ضبوا 3000 وطلعوا 3000 صغير. فأنا أقول لهم ده ولا القانون ولا في تربيتنا ولا شنو ولا في جسكله، كيف تطبع بقرة عندها اسمه شنو صغير في البقرة لمدة يعني حامل 4-5 شهر 6 شهر أو دارة دارة ما بجوز بلغتنا. فأنا قلت إذن ده طلعت قرار، والقرار موجود من زمان، لكن حاولنا ننبه الناس، في ناس ما عندهم ضمير يا أخي، أنت عشان الفلوس تدمر اقتصادك ده ولا بجوز. صحيح. كيف تطبع لك من الإبل والبقر واحد
درة. يعني خسرنا 3000 في 10 يوم. الحمد لله الآن الفنيين بتاع الوزارة يراقبوا بالذات في نجمينا، وأخبرنا الأقاليم أيضا لا يجوز، ودي فرصة أيضا من خلال البرنامج الجوفرنات في يراقبوا الناس، والناس اللي ما عندهم ضمير ده، أن يعني اقتصادنا الشادي ده ما نلاقوا فوقه، ما ممكن تطبح لك بقرة ولا ألبل، يعني هي دار قريب تلدة أوكي ده في ضرر، ودي البقرة الآجر، ودي حاجات تور، ودي يعني في مواصفات عشان تمام تذبح. لذلك جاء هذا القرار الحمد لله خففه، والان عندنا نجمينا بالذات ضبطناها، والاقاليم ايضا الاقاليم من وساق. تمام، والكلام ده انت حضرتك انت اصدرت الاريتاء او كمان القرار، لكن هذا القرار ده يعني تعاطفا مع الحيوانات التطبى، وهي الاناث التطبى والدارة كما يقال بلغتنا الدارجيه، ولا الكلام ده انتوا عندكم في القانون كموجود ككونه يحق لوزير الثروة الحيوانية إذا كان رأى أي شيء يضر بالثروة الحيوانية أن يصدر قرارا وقراره يكون ملزم؟ لا، هذا شيء أولا تربيتنا ناية إنسانية وناية اقتصادية أيضا، ودي من مهام نحافظ على الثروة الحيوانية، ما نجي أي زول دمع في النهاية مرض. صحيح. إنسان تجي ضبه هكذا بقر في الشارع ما بيجوز، ودي من مسؤوليتنا والقانون يسمح لنا بذلك، بل القوانين قديمة الناس تنبههم ينسون قوانين الستينات وكذا، ففقط أخذنا هذا هناك لواء، ولذلك أخذنا هذا القرار عشان ننبه الناس. تمام، والحمد لله الآن نراقب الناس التزموا. الآن الناس التزموا. نعم. لكن لو افترضنا جدلا كونه في واحد سمع القرار ده كونه يعني دار ما يضبحها وقاور راسه وضبح شيء حيوان أو كما قلنا بقرة أو القانون موجود طوالي حسب، ما ممكن عندنا ناس موجودين مفتشين، إذا ضبطوا واحد يعني بقرة دار 5-6 شهور قريب تلد بس عشان هي سمينة بس ما عنده إنسانية، يعني حتى في تربيتنا الإسلامية ولا تربية آخر لا يجوز، لذلك القانون يمسكوه حسب القانون. لذلك بعض الناس الآن الحمد لله ساعدونا الإداريين وكذا، لا يرضون أبدا، في ناس عندهم ضمير طبعا. خلاص دي فرصة، دي كما قلت دي فرصة. بالنسبة لشنو الرسالة اللي توجهها لأصحاب الجزر والمسؤولين من السلخانات عشان يحافظ الكلام ده؟ إيه طبعا الحمد لله أننا عندنا نجمينا وأحسن بكان حالين في نجمينا ده ما الأبراتوار مجزر ينفرشه يا اخي، انينا هسه حاليا ما بلا راينا، بس عندنا بعض السلخانات قريب 4-5 في نجمينا، واي زول تجي بس من السوق تشتري تطبخ في بيتك، دي كلها ان تطورنا الوزاره لا تسمح انسان تشيل تمشي السوق تبيع البقره ولا تبيع الغنم، تمشي المجزر يطبخ لك ويدفوا قدام يشوفوها مرضان قلت ودي بيتك من السوق بس تجي تطبخ، انا في مرض ده. لكن هسه دي كل خطوة جايين لها، فحاليا موضوع مجزرة فرشة ده يطبه قبل يوم، الدكتور قاعد يكشف التور ولا القلب ما مرضان، ولذلك حتى القلب اللي حاليا نقول فقط يطبعوها في فرشة، نريد أن نصدر لحم طيب طري. يعني هسه حاليا البتورة اللي موجود غرب ولا صباح ولا ده ممنوع إلا البتورة الموجود أنا فرشة، يعني لا في القلب بس، في القلب مؤقتا، لكن يعني ما ممكن تشاهدين حاليا بيستهلوا قريب 2000 ولا كم في 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 اليوم يعني او 1500، ما ممكن طاقه المجزره هذه ما ممكن تستغل. لذلك سمحنا لبعض التجار والتعاون مع الوزاره يعملون، لكن دائما نراقبهم يكون صحيا. ولذلك شويه شويه حتى نقدم البيطريين اللي عندنا يراقبوا حتى المواطن ياكل لحم سليم خالي من الامراض، ودينا مصلحتكم اشتروا من اللحوم الصادره من المجزرة الرسمية سواء فرشة أو بعض المجازر الأخرى لصحتكم. نعم. ما تشتروا أي لحم. تمام. لذلك حتى ما نريد لحم آخر من خارج نجمينا يجي، لأن أنا نجمينا الحمد لله ضبطنا. تمام. وصار أنا هنا مع الوزير، أنا هنا نتكلم في الموضوع ده، نتكلم أنه إن شاء الله مع الأطباء البيطريين، نستضيف الأطباء البيطريين ونعرف صحة اللحم الذي يذبح في السلخانات واللحم الذي يذبح الآن في المنازل والأضراد، ده نتكلم أنا مع أطباء بيطريين بمشيئة الله. مع الوزير في قطاع مهم جدا والناس أهملوه، لكن في الآونة الأخيرة رأينا هذا القطاع بدأ يشهد يعني تطور وبدأ يشهد نمو، أو كمان الناس بدأت تتجه إلى هذا القطاع وهو قطاع الدواجن والطيور. الحمد لله. الدواجن والطيور في الآونة الأخيرة شفنا في ناس كان سووا مزارع بتاع دواجن، والآن في ثقافة في الاتجاه ده، وأيضا هذا أيضا يدخل في مجال الثروة الحيوانية. حدثنا عن القطاع ده. أيضا هناك 34 مليون من الطيور والدواجن في تشاد،
من الدجاج والطيور 34 مليون دي كلها موجودة. فالحمد لله بعض التجار التشاديين الشاطرين اللي عندهم كذا الحمد لله بدوا يعملوا لنا مصانع للدواجن ومشروع جد ناجح. نحن والحمد لله حتى الأكل اللي يأكلوه الدواجن أكل طبيعي من مزروعات التشادية الموجودة يعني طبيعية. فالحمد لله الآن انجمينا على وشك أن تكتفي ذاتيا من إنتاج وطني تشادي. والحمد لله عندنا بعض الشركاء جينا وقعنا معهم ويبدؤون من الإمارات في الشركة أيضا قادمة. أن الله قال كون حسب خطتهم 2019 يكون عندنا إنتاج 30 مليون بيضة في اليوم. 30 مليون بيضة. أي تشادي أي بقان كل فجر في الفطور ده يلقى بيضات تنين يأكلهم. هذا شيء جميل. كلام جميل جدا. نعم. وأمر مبشر. لكن الكلام ده يمكن تنفيذه متى؟ تنفيذ يبدأ الآن نحن فيه. لم بدأنا في الترتيبات. هم الحمد لله جاهزين وبدأنا الإجراءات يريدون الأرض وكذا. إنهم خطة جاهزة. لكن الطيور والدجاج اللي تكلم عنه ده بالنسبة للناس الآن بدأت تفكر في إنشاء مزارع للطيور والدواجن والطيور والدواجن دي ما من جد بجيبوها من برا بجيبوها شفناها بجيبوها كميات كبيرة جدا. هل القطاع ده عندكم فيه أي مراقبة ولا اهتمام؟ في مراقبة. لا يمكن أي شيء يدخل في جد لا بد من شهادات. حتى الفروخ الكتاكيت الدواجن ده يجب وفق إجراءات دولة دي في التصنيف الدولي ما عندها مرض ما بشهادات لن يدخل أي شيء في المطار ولا في الحدود بدون شهادة بدون مراقبة إطلاقا. ده المواطنين يطمئنوا فالحمد لله. وأنينا أغلبية الدواجن والطيور الطبيعية في تشاد موجودة فقط الآن مؤقتا بستوردوا موضوع الدواجن هذه لأنها هي مجهزة سواء للبيض أو للحوم حتى الآن كان البيض فقط. تمام. يعني. وإنشاء مزرعة الدواجن يعني أنا مدور ننشئ مزرعة الدواجن مثلا في ضواحي جمينا بمقدار كونه 30,000 أو 40,000 جدادة وبتنتج بيض. هل المزرعة دي محتاجة لأوتوريزاسيون من وزارتكم ولا هذه المزرعة ممكن بجهود فردية يعملها ما فيش مشكلة؟ لا 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 لابد من إجراءات سواء جانب تجاري جانب إداري جانب بيطري جانب صحي. هذه بالذات أظن من أصعب تربية الدواجن هي أصعب شيء. مرض واحد ينتهي لك كلهم يعني مراقبة دقيقة من السكن من الأدوية من الأكل من التكييف من الهواء من يعني دراسة علمية. الناس دارسين البيطرة هم يعرفون هذا. لا بد من أنت تريد ده شيء دقيق عندك طبيب بيطري معك. الحمد لله عندنا أطباء صحيح عدد قليل لكن عندنا الأوردر هنا الفيترنير الحمد لله حالياً قريب 150 وعندنا الطلاب تخرجوا من جامعة الإسكندرية الإخوة المصريين ما قصروا. جامعة الإسكندرية حالياً خرج لنا ما يقارب 70 طبيب بيطري. ده كله إن شاء الله عندما الصعوبات هاي تنحل يعملون معنا في الوزارة. شكراً للمصريين. وهكذا إن شاء الله نقدر نسر الحياة كلها دور كبير ورائد إن شاء الله. طبعاً ده شكر للمصريين وده حضرتك شاهد على ذلك. يفتح لنا جامعة بعدين تخصص ما شاء الله نادر تخصص بيطرة الآن عندنا 70 هذا شيء جميل جميل. مصر عندها إمكانيات طبعا طبعا. بالنسبة لي يسير إلى المخرج كونه الوقت أوشك الانتهاء لكن نمر مرور الكرام في بعض الأسئلة كما يقولون. ما هي المعوقات التي ترونها أو تراها وزارة الثروة الحيوانية الآن تعيق المجال الثروة الحيوانية؟ والله يا أخي في بعض الأشياء نحن ذات عندنا إجراءات يعني حاليا نسمى مشروع بتاع زي مشروع برابس ده في الدول 6 نحن تقريبا في آخر الدول هذه يعني أننا التشاديين ذاته في بعض الآن يعقل المشروع ينجح ده ما يدوره اللي يدوره يأكلوا فايدة برسنتاج حقهم كمال يقولك يعني ما ممكن أنت كي ما تخلي الشغل ينجز يعني أني ذاتك إجراءاتنا صعبة يعني في الدول الإفريقية البرنامج هذا يمشي أجل يمشي هنا ده أولا في الإليفاش يتأخر يمشي في الفينانس يتأخر في البلان وكوميسيون يتأخر. معناته الناس يؤخرون المشاريع لذلك الدول هذه هناك أشياء أجل قشينك موضوع الثروة هذه يكون في حاجة أجل عشان تخلص لكن حاجة هبة الدولة تعطينا إياها لكن الناس البيروقراطية الإدارية لكن دي من البيروقراطية الإدارية عندنا قوانين يجب أن تجدد حاجات تكون سريعة حتى يكون هناك إنتاج سريع ونتيجة عشان حتى المستثمرين ذاته لو واحد لو جاء دوسي حقه يمر أجل عشان فدي للأسف من ضمن المعوقات بالإضافة إلى
نحن على مستوى الكادر البشري ايضا نحتاج فعلا. الوزاره حاليا فقط فيها 800 شخص، يعني نحتاج الى ناس، رغم المعهد الفنيين ناتيدا بخرج الى ناس، لكن نحتاج الى فنيين اكثر حتى ينتشروا في الاراضي التشاديه. جميل. يكون اي مكان عندنا واحد فني بيطري موجود يطعم يراقب، خلاص معناتها نضمن الثروه. فعندنا اشكاليه كبيره نحتاج الى جانب ايجابي. حاليا الحمد لله منذ ان وصلت في الوزاره اتخذت قرار، ما اقول الوزاره الوحيده، لكن صفر انسان موجود في الامانه العامه، كلهم وزعتهم. لا يوجد نادي عندنا قاعد ساكت، كله وديناهم برا. ما في الوزاره الثروه الحاليه ده صفر في اسمه شنو في الامانه العامه، كله يمشي يخدمه برا. تمام. وطبعا هذه بكل اسف دي المعوقات، لكن ان شاء الله هناك مبشرات ايضا. نختم بالمبشرات. صحيح. المبشرات هو موضوع ادخال برامجنا دي كلها موضوع الحداثه التكنولوجي، الحداثه والتقنيه في الثروه الحيوانيه دي بيقتصر لنا اشياء كثيره. التقنيه موضوع ندخل التقنيه في الزراعه، في البرسيم، في موضوع السلالات. الحمد لله مع المعاهد والناس المتقدمين عندك 10 بقره ممكن يكفنك لبن متوفر. فدي كلها مبشرات. التكنولوجيا الطبيعيه تختصر لنا، والحمد لله عندنا مقومات الانطلاقه كما قلت، موضوع الارض، موضوع التغذيه، موضوع المياه. ده في جدا في كثير من الدول أننا الله أعطانا هذا الخير الكبير يعني. ولذلك نحن مستعدين لكل دور كبير اقتصادي على مستوى الإقليمي وعلى المستوى الدولي، لنقدم للإنسانية هذا الطعام الطبيعي والخالي من الأمراض إن شاء الله. كلام جميل جدا. الوزير كان بودنا أن نتكلم معك أكثر، لأن هذا القطاع قطاع مهم جدا، وقطاع الثروة الحيوانية قطاع اقتصاد الدولة الآن بدأ يتكي أو بدأ يميل إلى هذا القطاع الحيوي، وبصفتكم كوزير لهذا القطاع أيضا نريد منكم كلمة ختامية بالنسبة توجهونها للذين يقومون بمجال الثروة الحيوانية، سواء الرعاة أو سواء حتى الناس في أسواق البهائم التي زرتموها. ما هي الكلمة الأخيرة؟ وصيتي للناس الإخوة الرعاة، لابد أن يهتموا بثروتهم، رأس المال حقهم ده ثروتهم، يهتموا. هسه حاليا أنا ماشيين شبه مجان، وقلنا التطعيم واجب، لا بد اي زول تطعم بقرك ده تمشي تطعيمه، غنمك تمشي تطعيمه، المره تنبيه. وان شاء الله الله قال كون يمكن مع المساعدات ومع الموضوع حتى التغذيه نساعد بعض اللاجئين، نساعدهم في موضوع الترتو، حتى عندما ياتي نهايه العام ما تكون هناك كارثه مجاعه ان شاء الله للحيوانات. ونحن الوزاره تقف مع الرعاة للحفاظ على ثروتهم من خلال تقديم المياه، من خلال نسوي لهم الزرائب، من خلال الدعم الفني والإرشاد. وبالتالي إن شاء الله يوم من الأيام ده الناس اللي يمتلكوا الثروة الحيوانية والناس اللي يمتلكوا الأراضي الزراعية هم يكونوا في الرأس. جميل. وناس انا نجمينا الافيره دي يكونوا بورا ان شاء الله. بالنسبه للاسواق، الاسواق البهائمه لم تبلبل في نجمينا دي، طبعا شفتها بالامس بكل اسف. مشينا زرنا الاسبوع الماضي السوق انا نجمينا الابقار، السوق فوق قريب 3-4 ألف من الابقار والالبل، والبكان ضيق بكل اسف وما في زريبه. لذلك الحمد لله اتفقنا مع السيد المير ومع السيده العمده، نحاول ان نشيل مكان شيء اوسع، ومع الشركاء نبني ان شاء الله سوق حديث محترم كم يشغل لنا من الشباب. وما عنده خدمات ذاته للاسف، السوق للاسف موجود. لا لا، ما في مياه، ما في اي مركز صحي للابقار، ما في مكان تطعيم، كل شيء يعني مفتوح. يعني حتى قبل سي حوادث ابقار كثير، يعني مكان في الدقيل ده الناس البيو ذاته عندهم مشكله. صحيح. فان شاء الله نحاول ده من الاشياء ان نبقى فيها، ولكن طبعا كما قلت لك عندنا 100 زريبه في الاقاليم. صحيح. نبنوها، وده ان شاء الله شاكرين يقدم لنا خير كثير. مع الوزير. شكرا مع الوزير. أيها السادة المشاهدون مشاهدي برنامج قضية للحوار، إلى هنا نأتي وإياكم إلى ختام هذه الحلقة من برنامج قضية للحوار، لكن في ختام هذه الحلقة لا يسعني إلا أن أشكر معالي وزير الثروة الحيوانية الدكتور محمد النظيف يوسف. أشكرك مع الوزير وحضورك معنا. جزاك الله خير على هذه الاستضافة، ونحن مستعدين لتبصير الناس، والإعلام عنده دور كبير
تبصير الناس والاهتمام شكرا بالثروة الحيوانية إن شاء الله. شكرا، وسألتقيكم بمشيئة الله الحلقة المقبلة من برنامج قضية الحوار، وإلى ذلكم الحين أستودعكم الله ودمتم في رعايته.